كتير مننا فاكر انه بداية الحرب العالمية الاولى كانت بسبب مقتل الارش ديوك فرانس فرديناند. هل ده كان حقيقي؟ تعالوا نحكي الحكاية. اكيد عشان حرب عالمية تقوم ويموت فيها ملايين، في تراكمات سياسية حصلت وحروب وتحالفات ما بين الدول. تعالوا الاول ناخد فكرة كده العالم كان عامل ازاي، وفي دول ظهرت ما كانتش موجودة على الخريطة قبل كده. فاكرين في الفيديو بتاع الحملة الفرنسية على مصر ما قلنا ان نابليون سيطر على البندقية؟ قلنا البندقية، ما قلناش ايطاليا. ليه؟ لانه ايطاليا اصلا ما كانتش موجوده على الخريطه وقتها. المنطقه دي كانت مجرد امارات وممالك زي مملكه سردينيا، وكانت اسمها جغرافيا شبه جزيره ايطاليا. عليها سكان يجمعهم الدين واللغه والعادات والتقاليد، والاختلافات ما بينهم اختلافات اقليميه زي اي بلد ما بين الشمال والجنوب. تم توحيد ايطاليا سنه 1870، ونفس الشيء بالنسبه لالمانيا، تم توحيدها بعد ايطاليا بسنه سنه 1871. قبل كده كانت ولايات، حوالي 400 ولايه، وبعدين وصلت ل 38 وتسمت اتحاد الراين. بعد كده مستشار بروسيا بازمارك ساعد على توحيدها، وقدرت فعلا بشكل مستقل تكون موجودة كقوة دولية. يعني لما قامت الحرب العالمية الاولى كان تاريخ او عمر ايطاليا والمانيا حوالي 43 و44 سنة بس. اما عن اليابان فكانت في عزلة تامة، ملهاش دعوة بأي حاجة بتحصل في العالم، لحد ما عملت معاهدة مع امريكا سنة 1854 اسمها كاناواجا. وبعدها بفترة حصلت انجلترا وروسيا وهولندا على معاهدات شبيهة للتبادل التجاري. حصل صراع داخلي في اليابان ما بين ناس بتأيد الانفتاح والتعامل والتبادل التجاري ما بين الدول، وفي ناس كانت مصرة على العزلة خوفا من حرمانهم من الموارد والمواد الأولية للشعب الياباني. وفعلا ده اللي حصل، خصوصا بعد اختفاء العملة الذهبية في اليابان اللي اشتروها الأجانب وباعوها في أوروبا وأمريكا بنسبة ربح 50%. الصراع ده تسبب في حوالي 12 حادثة اغتيال ما بين 1859 ل 1862. الحكومة قررت ان هي تتراجع وقالت خلاص هنطرد الاجانب برا البلد. اول ما الحكومة اخدت القرار ده، الاساطيل الانجليزية والفرنسية والامريكية هجمت على المواني وضربت القلاع اللي بيها الحكومة خافت وتراجعت عن القرار واستمرت في موضوع الانفتاح والتبادل التجاري بين الدول. لما اليابان اتضربت ادركت هنا قد ايه هي متخلفة ومتأخرة ومعرفتش تحمي نفسها من الهجوم اللي حصل عليها. طبعا احنا عارفين بقى كوكب اليابان الشقيق عمل ايه. بعتوا ولادهم كل حتة في العالم عشان يتعلموا كل حاجة، وفي 20 سنة بس اليابان تحولت لدولة قوية عندها اسطول عليه القيمة. اخدت الخطط العسكرية والاستراتيجيات من بروسيا، اخدت القوانين والمحاكم من فرنسا والمانيا، بدأت تصنع اسلحة وسفن حربية، بقى عندها ترسانات وعندها مخازن وصحف وميديا، عملت كل حاجة، الدنيا اتشقلبت. طبعا الناس يعني كانوا مستهونين ومستقلين من اليابان، بس على مين؟ طبعا اليابان لما تقيم نفسها كدولة ويبقى عندها اسطول كده وتبقى ملو هدومها، هيبقى ناقصها حاجة، او يعني هتحب انها تستعرض شوية. ايه اللي ناقص؟ انها تستعمر. بدأت تاخد جزر عليها سيادة امريكية، وبعدين قالت طب ما جحا اولى بلحم تورو، يعني ايه المشكلة ان احنا نبتدي ندور على الصين وكوريا. وهنا بقى خبطت في مين؟ كانت روسيا مسيطرة على مضيق كوريا. فروسيا بقى قالت لك يعني الدولة بتاعت اول امبارح دي اللي هتيجي تاخد مني حاجة، هنهزر. فبدأوا ان هم يخشوا في صراع وحرب سنة 1904، والصدمة اللي حصلت انه اليابان ضربت روسيا وما خلتش اللي بيها امريكا دخلت تحوش وعملت ما بينهم معاهدة. سمت المعاهدة دي معاهدة بورتسماوث، حصلت اليابان فيها على بورت ارثر والخط الحديدي لجنوب منشوريا وجنوب سكالين، وفرضت كمان حمايتها على كوريا. في سنة 1913 الاسطول الياباني بقى رابع على العالم في نفس مستوى الاسطول الامريكي. كل ده احنا كنا بنتعرف على توحيد دول زي ايطاليا والمانيا وظهورهم على الساحة كقوة، و انفتاح اليابان، ومعانا روسيا طبعا وفرنسا وبريطانيا، واكيد النمسا والمجر برضو على الساحة. هنتكلم دلوقتي عن مفاهيم سائدة كانت الاسباب الحقيقية وراء قيام الحرب العالمية الاولى. هم اربع اسباب اساسيين، اول حاجة الميليتاريزم، تاني حاجة الالاينسز، تالت حاجة الناشناليزم، رابع حاجة الامبرياليزم.
تعالوا نمسك حاجة حاجة ونتكلم فيها. أول حاجة الميليتاريزم، كان في تطور صناعي وفكري وحضاري وثقافي واقتصادي في العالم كله، فمن باب أولى كان يبقى في تطور عسكري اللي بيها كانوا بيصنعوا أسلحة وبيبنوا جيوش، والموضوع كان منافسة ما بين الدول. التطور العسكري ده أدى إلى أن كل دولة عايزة بقى تشو أف وتفرد دراعاتها، وإن إحنا جامدين قوي مفيش حد يقدر يقف قدامنا. تاني حاجة الألاينسز، التحالفات ما بين الدول. بيعملوا إيه؟ بيقدموا الدعم المادي والعسكري لبعض، يعني في الحرب لما في دولة تضرب التانية التالتة بترد عليها عشان عاملة معاهدة معاها، حاجة كده أشبه بشلة المدرسة، كل حد بينضم للشلة الأقوى وبيتحامى فيها، سواء دولة كبيرة أو صغيرة بيعملوا تكتلات مع بعض. الموضوع رئيسي في الآخر على فرقتين. أما تالت حاجة الناشوناليزم، الإحساس بالوطنية والفخر والانتماء لبلدي، وهنبقى نتكلم بعد كده برضو عن استغلال الناشوناليزم للمواطنين في التعبئة والتطوع للجيش أو الوار بروباغاندا، إزاي عملوا غسيل مخ للناس. رابعا الإمبرياليزم أي الإمبريالية، تعالوا نقرأ مفهومها على ويكيبيديا وهنشوف هنفهم حاجة ولا لأ. اسمها مشتق من الكلمة اللاتينية إمبيريوم، وتعني الحكم والسيطرة على أقاليم كبيرة. يمكن تعريفها بسعي دولة لتوسيع سلطتها وتأثيرها عبر الاستعمار العسكري والثقافي والسياسي واستخدام القوى العسكرية ووسائل أخرى، وأيضا يمكن تعريفها بهيمنة اقتصادية وعسكرية وسياسية لدولة على دولة أخرى. من الآخر كده فكرة الاستعمار، أنا كدولة لما أجي أستعمر دولة تانية هاخد أولا موارد أرضها، لو الدولة دي عندها تطور عسكري وأسطول عليه القيمة هاخده فده هضمه للأسطول بتاعي، ولما يبقى عندي مستعمرات كتيرة في دول كتيرة هبقى قوة عظمى ومسيطرة فالناس هتخاف مني دول التانية. فدي من الآخر الإمبرياليزم اللي كانت مفهوم سائد عند الدول زمان أو في وقت يعني الحرب العالمية الأولى. دي كانت بس مقدمة علشان نعرف قيام بعض الدول اللي هتلعب دور مهم جدا وقت الحرب، وكنا بنتعرف على الأسباب الأساسية والمفاهيم السائدة وقتها. في الفيديو اللي جاي هنتكلم على اتفاقيات ومعاهدات تحالف ما بين الدول عشان نعرف مين كانت صاحبة مين، وبعض الحروب علشان برضو نعرف مين عدوة مين. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اليوتيوب شانل ودوسوا على الجرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشن اول ما ننزل فيديو جديد، ولايك الفيسبوك بيج عشان بننزل عليها محتوى مختلف عن اليوتيوب شانل. هشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.